قبل الدخول إلى زنجبار عاصمة محافظة أبين وبالتحديد في منطقة الكود، تستقبلك المدينة بمنظر بهيج لنفق أخضر صنعته الطبيعة. هذا النفق عبارة عن أشجار خضراء تكونت بطريقة بديعة على شكل نفق، وكأنها تقول للجميع: هنا أبين الخير ترحب بكم. من عاصمتها زنجبار نقدم لكم جولة سياحية سنتعرف فيها من خلال لحظات خاطفة على المدينة وتاريخها. زنجبار هي مدينة ساحلية وميناء في جنوب وسط اليمن، وهي عاصمة منطقة زنجبار ومحافظة أبين. تقع بجوار وادي بنا في دلتا أبين. كانت العاصمة الإدارية للسلطنة الفضلية في الفترة ما بين 1962 إلى 1967. تقع مدينة زنجبار إلى الشرق من عدن على بعد نحو 60 كيلومتراً. مؤسس زنجبار هو السلطان حسين بن أحمد بن عبد الله، ولكن الذي سماها باسم زنجبار هو حفيده السلطان عبد القادر بن أحمد بن حسين في العشرينيات من القرن العشرين، وذلك أثناء زيارة قام بها سلطان جزيرة زنجبار العربي آنذاك، وهي تقع قبالة الساحل الشرقي لأفريقيا، واليوم هي جزء من تنزانيا، وتم تآخي المدينة باسم الجزيرة وبعض أحيائها التي كانت قائمة أصلاً بمسميات المدن التي في الجزيرة مثل سواحل ودار السلام التي سميت فيما بعد بدار الأمير. انتعشت زنجبار بسبب ظهور مشروع دلتا أبين لتصبح زنجبار واحدة من أبرز مدن محافظة أبين الزراعية، وفيها يقع جزء كبير من الإنتاج الزراعي بالمحافظة، وأشهر وديانها وادي حسان الذي يقع إلى الشرق من المدينة.